بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الصحة والجمال والدلال. حياكم الله معانا وبرنامجكم كلينيك، ننطلق معاكم كل أحد من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 10:30 مع ضيوف مميزين من مركز الجارالة الألماني التخصصي ومركز ديما كلينيك ولوزان كلينيك وبرلين كلينيك والجهراء كلينيك. حلقتنا اليوم مشاهدينا تعتبر من حلقات المميزة، كل حلقات مميزة جميلة، لكن اليوم حلقة مهمة الأمانة لما تحمل من موضوع راح نطرح الليلة برنامجنا اليوم كلينيك. تدرون ليش ان الحلقة اليوم نقول لكم انها مهم موضوعها جدا؟ لانه يهم كل امرأة يهمها هذا الموضوع بشكل كبير. ما اعتقد ان هناك امرأة ليس لديها اي استفسار او اسئلة خاصة فيها، خصوصا وان موضوع حلقتنا اللي راح نتكلم عنه الليلة هو اكثر المشاكل اللي تعاني منها المرأة قبل وبعد الزواج. يعني تقدرين تقولين ان ضيفنا اليوم وهو الدكتور اشرف طلعت، استشاري امراض النساء والولادة وعلاج العقم، راح يزيل كل علامات الاستفهام ويجيب على الأسئلة ويوضح لنا أمور كثيرة لكل امرأة. اليوم أسئلتكم راح نجاوب عليها مع ضيفنا المختص. تمكم بالدرجة الأولى، تابعونا في هذا المساء، راح ننطلق معاكم إن شاء الله، ولكن بعد التقرير للتعرف أكثر وأكثر على مركز الجارالة الألماني التخصصي وباقي المراكز التابعة لمركز الجارالة. شوف هذا التقرير، نرجع لكم إن شاء الله بعدون. حياكم الله مشاهدينا ونرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة. بهذه الفقرة راح نتكلم عن تكيس المبايض تحديدا،
طبعا هذا الموضوع مشاهدينا يعتبر من المواضيع المهمة والأكثر حساسية والأسف أكثر شيوعا عند المرأة سواء قبل الزواج أو بعد الزواج. راح نبتدي بهذا السؤال مع ضيفنا الكريم الدكتور واستشاري أمراض النساء والولادة وعلاج العقم. مساء الخير دكتور وحياك الله وهلا مرحبا فيك وسعيد بلقائي معك ونتكلم عن مواضيع جدا مهمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. موضوع جدا مهم وحساس بنفس الأمر وقد يعني بعض النساء أو ما في أعراض هو بالبداية أو في أعراض لما نوضح للمشاهد شنو أعراض الألم الفحص المبكر وأهميته، لكن خلنا ننطلق مع حضرتك ما هو تكيس المبايض تحديدا؟ هو تكيس المبايض هو عبارة عن خلل واضطراب في الهرمونات اللي بتتحكم في التبويض وفي الدورة الشهرية. وأحب أن أنا أوضح أن في فرق كبير قوي بين تكيس المبايض وأكياس المبايض أو بين تكيس المبيض والكيس اللي بينشأ على المبيض. الكيس اللي بينشأ على المبيض هو ورم. ورم؟ نعم الدهن. هو عبارة عن ورم سواء إذا كان هذا الورم ورم حميد أو في القلة القليلة جدا ورم خبيث غير حميد. فتكيس المبايض هو عبارة عن خلل هرموني بيحدث في الهرمونات اللي بتتحكم في التبويض. البويضات بتحاول ان هي توصل للحجم الطبيعي اللي بعديه بيحصل التبويض اللي هو حوالي 20 ملي، لكن بتبقى ريستد او بتقف في مرحلة مبكرة عند 10 ملي. هذه الصورة دكتور. هنا دي منظار بيبين الرحم قدامنا اللي هو الجزء الكبير ده وخلفه الجزئين اللي باللون الابيض اللي فيهم بقع زرقاء صغيره كده. ده المبيضين اللي على اليمين وعلى الشمال. نعم على اليمين وعلى اليسار. نعم. وواضح جدا ان ده مختلف عن الكيس. الكيس بيبقى حجمه من 3 الى 15 20 سنتي يوصل للحجم ده. لكن التكيس زي ما احنا شايفين اهو المبيض صح بيكبر في الحجم شويه لكن حجمه لا يزيد عن 4 سنتي والبويضات الصغيره الموجوده جنب بعضها لا تزيد عن 10 ملي. بيبقى فيه اكتر من 15 20 بويضة محبوسة، نقدر نقول محبوسة مش قادرة توصل للحجم اللي هو بتاع التبويض. يعني هني دكتور اذا المبايض هني او محبوسة مثل ما تفضلت حضرتك هني اذا ما عالجت لا يمكن ان يحدث حمل. تمام. هو دي احد اعراض تكيس المبايض. تكيس المبايض احنا عايزين نقول ان التكيس المبايض بيجي ازاي او سببه ايه من الاول عشان نفهم القصه بتمشي ازاي. تفضل. تكيس المبايض السبب الرئيسي ليه غير معروف، ولكن في دراسات بتقول ان في جينات سائده، ومعنى سائده ان هي قويه بتتغلب على الجينات الغير سائده او الاخرى وبتتسبب في ظهور هذا المرض او ما يسمى بالمتلازمه يعني. ويقال ان السبب برضو الانسولين، زياده نسبه الانسولين. الانسولين الانسولين بالدم. زياده نسبه الانسولين في الدم. وزياده نسبه الانسولين بتبقى موجوده مع السمنه. يبقى اذا السمنه، اذا المراه اللي زايد وزنها هي معرضه بشكل اكبر لتكيس المبايض اكثر من المراه اللي تتمتع مثالي بوزن مثالي. وعشان كده احنا بنقول ان تكيس المبايض بيبتدي من غير ما ناخد بالنا من مرحلة البلوغ وما قبلها. قبل البلوغ دكتور؟ نعم، من قبل البلوغ بالعادات الأكل السيئة اللي هي الوجبات السريعة بنكتر منها قوي، عدم ممارسة الرياضة، يبتدي الوزن يصبح غير مثالي، يبتدي أثناء فترة البلوغ اللي هي الفترة الحرجة اللي بتتكون فيها الهرمونات المنظمة للدورة وللتبويض. فأي خلل في الفترة دي يتسبب في خلل في الهرمونات المتحكمة وبالتالي يبتدي ينشأ متلازمة تكيس المبايض. خطير جدا. يعني احنا قاعد نتكلم اليوم بما ان الامر منتشر مثل ما تفضلت حضرتك ومنتشر بنسبة كبيرة بحكم لقاءاتك المستمرة حول هذا الموضوع مع اصحاب هذا المرض. نعم هي النسب منتشر. العالمية من 15 ل 17%، لكن انا اقدر اقول ان هنا
طبعا احنا مش عاملين احصائيات يعني، لكن من ملاحظاتي وشغلي يعني انا بقالي هنا 18 سنة بالضبط، نعم، منتشرة بشكل كبير جدا، وقد يكون العامل الاساسي فيها هي موضوع السمنة وموضوع الستايل اوف لايف او طريقه الحياه بتاعتنا، الحياه السريعه، ان احنا اكتر حاجه مريحين لا نمارس الرياضه ولا نحرص على الوجبات باوقاتها، وجبات سريعه بالضبط، العشاء متاخر ويكون دائما في خارج المنزل، مو اكل المنزل، مو اكل البيت، هو مرتبط بالمطاعم، وانت ما تعرف هذه المطاعم شنو الدهون اللي هي قاعده تضعها وتكررها والامور هذه كلها. لكن خلينا نرجع على الفتاه دكتور، قبل البلوغ احنا نتكلم في سن 12 سنه تقريبا، نعم الفتره سنة. دي حوالين الفترة. سن البلوغ، اي حوالين سن البلوغ، نعم. 12 ونص 13 يعني في هذا العمر تحديدا، هذه الطفله انا كيف افحصها دكتور؟ هل الفحص المبكر الان ولا انتظر الى ان تعاني من الام معينه؟ لا انا ما بطالبش ان احنا نفحص الطفله في حاجه زي كده، انا بطالب ان الام والاسره تاخد بالها من طريقه اكل الاطفال، طريقه الاكل ومن وزنهم، يعني إذا كان الوزن بيزيد بشكل متزايد أو متسارع يبقى لازم نلحق نشوف حد أخصائي تغذية أو طبيب الأطفال يشوف هل الوزن ده مثالي أم غير مثالي. هل السونار يفي بالغرض دكتور؟ يمكن عند الإخوان جاهز راح نشوفه مع بعض، السونار لفحص المبيض لهذه الطفلة قبل البلوغ بفترة قليلة مثل ما تفضلت حضرتك، هل هذا السونار يفي بالغرض؟ أقدر أنا أعمله لهذه الطفلة وهذه الفتاة مثل هذا السونار؟ لا، لأن الطفلة ما بيكونش لسه تطور فيها المرض ووصل للشكل ده. الشكل ده بيحصل لما يبتدي التبويض بعد البلوغ. بعد البلوغ. بعد البلوغ. فنقول مثلا 16 17 سنة ممكن نشوف الصورة دي، وزي ما احنا ملاحظين عبارة عن بنسميه العقد، العقد زي عقد اللؤلؤ كده، دي كلها عبارة عن بويضات حجمها أقل من 10 ملي، بتحاول انها تكبر عشان يحصل التبويض لكنها بتفشل، مو قادره تكبر بسبب تكيس، بسبب الفشل الهرمونات اللي موجود في اللي هو اللون الاسود هذا دكتور عادل. اللون الاسود دي عباره عن كور مع جواها ميه اللي هي بويضات صغيره غير ناضجه، غير قادره على انها توصل للبويضه الناضجه اللي هي 20 ملي زي ما بنقول. جميل، هني أنا أقدر أفحص الفتاة قبل الزواج في سن 17 سنة 16 سنة فحص مبكر؟ دي من الأشياء اللي احنا بنفضل دائما ان احنا أو بننصح ان احنا نعملها، ان البنت لما تلاحظ ان وزنها زيادة، ان بيطلع لها طبعا الأعراض والأعراض اللي راح نشوفهم جاهزين الأخوان الأعراض، نعم، نعم جاهزة عندنا بالكنترول ونشوفها مع بعض دكتور، ان بيظهر حب شباب كتير، كل الفتيات أو الشباب عندهم حب شباب دكتور، لكن بيبقى أوقات مقاوم حتى للأدوية الطبيعية، يعني إذا خضع إلى علاج ما في نتيجة، وبيزيد يعني يقل شوية وبعدين يظهر تاني، يعني مقاوم للأدوية والعلاجات الطبيعية. نفس هذه الصورة دكتور اللي قاعد نشاهدها، أشوف شعر أنا، هذا ولد ولا بنت؟ كمان الإشعار أو زيادة التشعر في الجسم، هذه الصورة هذه حق بنت دكتور؟ نعم، دي لبنت مصابة بتكيس في المبايض، نعم، فالواضح كده من الصورة ان ده شعر زيادة عن اللزوم، وللأسف نتيجة لزيادة هرمون الذكورة في حالات التكيس المبايض، وحنقول بيزيد ازاي وسبب زيادته ايه. تكيس المبايض يزيد هرمون الذكورة؟ نعم، وحنقول سبب الميكانيزم. خلنا نسجل، انا عندي فاصل، انا سجل هالسؤال هذا، السبب زيادة هرمون الذكورة خليه بعد الفاصل أنا أتحكي عنه. أوكي. لازم أتكلم عنه. فشفنا حب الشباب وشفنا عملية الشعر الزائد هذا، نعم. قد يكون ولا أكيد دكتور؟ لا، هو الصورة الكلاسيكية للتكيس المبايض هي هذا الوضع، لكن في بعض السيدات ما بيبقاش الشعر فيهم زايد قوي، بيبقى خفيف أو ما فيش تشعر، في بعض السيدات بيبقى حب الشباب وفي بعضهم ما فيش حب الشباب، في سمنة ما فيش سمنة، لكن كلهم بيشتركوا في اضطرابات الدورة وفي تأخر الحمل أو عدم وجود التبويض. في بعض الناس الجينات عندهم يعني مشعرين سواء رجال أو نساء. لا، ده في فرق بين الشعر الطبيعي والتشعر الناتج عن زيادة هرمون الذكورة، لأن الشعر اللي بيطلع في حالات تكيس المبايض الناتج عن هرمون الذكورة شعر سميك، مش الشعر الخفيف اللي هو بيطلع لكل جميل. في عندنا صورة أخيرة راح نشوفها دكتور، وهو هذا حب الشباب اللي تفضلت ذكرته. نعم، هذا مو حب شباب طبيعي، ده بسبب هرمونات الذكور. لا، هو حب شباب لكن زيادة عن الطبيعي زي ما احنا شايفين كده، وممكن يطلع في سن كبير، يعني تكون هي مثلا 26 سنة 27 سنة وعندها
الحبوب دايت. طبعا وقد هذه دلالة على ان روحي افحصي المبايض عندك. نعم احدى العلامات الاساسيه يعني. جميل جميل. اعتقد شفتوا بالفقره الاولى دكتور اشرف طلعت شنو قال لكم، وهذه بعض الادله البنت قبل البلوغ بفتره، الحياه السريعه اللي قاعد يعيشونها، الوجبات، الوزن اذا زايد عن حده روحي حق دكتور تغذيه، شوفي بنتك الوزن ماله هذا ممكن ياثر على المبايض، الوزن الزايد لازم يكون الوزن مثالي او فوق المثالي بشيء بسيط. هذا واحد. اثنين، حب الشباب حتى وان كنت في مرحله ال 25 26 سنه ممكن يكون هذه ادله يعني على تكيس المبايض. ايضا في عمليه الشعر الزائد ويكون شعر ثقيل مو خفيف، شعر ثقيل مو خفيف ايضا يكون احد اسباب تكيس المبايض. هذا هو ملخص فقرتنا الاولى. فقرتنا الثانيه راح نرجع عليها ونتكلم على سبب زياده هرمون الذكوره عند المراه بعد الفاصل. دكتور أشرف خلينا نتكلم على موضوع اللي هو اللي تفضلت فيه قبل شوي وسجلناه كسؤال، سبب زيادة هرمون الذكورة عند الفتاة. أوكي، مصدر هرمون الذكورة في الفتاة الطبيعية أو في السيدة الطبيعية هو جزء طفيف جدا من المبيض والغدة فوق الكلوي، وده مهم جدا لحدوث نوع من التوازن في جسم السيدة وفي الهرمونات. لكن لما بيحصل تكيس المبايض بيزيد هرمون الانسولين، بيبقى موجود بطريقه زياده عن اللزوم نتيجه لمقاومه الجسم للهرمون نفسه، فبيزيد مستوى السكر في الدم فيزيد الانسولين ينزل بكميات كبيره في الدم. ده بيعمل حاجتين، بيمنع المبيض انه يستجيب لهرمونات الدماغ او الغده البيتوتري اللي هي الغده النخاميه اللي موجوده في قاع الجمجمه اللي هي مسؤوله عن التحكم في تنشيط التبويض. نعم. فيمنع استجابة المبيض لهرمونات التحكم في تنشيط التبويض، دي واحدة. اثنين، ينشط النخاع أو القلب بتاع المبيض مبيضين لإنتاج هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة، فيطلع بكميات كبيرة في الجسم فيتسبب في الأعراض اللي هي زي ما قلنا الحبوب وغيرها. كمان الدهنيات الكتير، الدهنيات الكتيرة اللي في الجسم بتبقى دهنيات نشيطة مش خاملة. المفروض الجسم الطبيعي بيبقى فيه دهنيات لكنها خاملة ما بتتأثرش أو ما بتؤثرش في الهرمونات. دكتور أنت الآن كأنك توجه رسالة لكل امرأة تعاني من سمنة، وكأن الفتاة اللي محافظة على رشاقتها ولكن لا تمارس الرياضة قد لا تتعرض إلى تكيس المبايض. حتى نوضح الصورة للمشاهد. مش شرط، مو شرط، مو شرط. لكن أنا بتكلم عن التوازن الجسدي، التوازن في الدهنيات وفي العضلات وفي بقية الجسم. إذن ممكن اللي وزنها مثالي أيضا ممكن تتعرض إلى تكيس المبايض في حالة أنها عاشت حياة غير صحية من ناحية الغذاء وعدم ممارسة الرياضة. ممكن، وممكن كمان العامل الجيني اللي هو تكلمنا عليه في الأول. نعم. يحصل وبدون وجود السمنة دي يعني. المرأة التي تعاني من سكر دكتور، مرض السكر. نعم. هل هي معرضة بشكل كبير إلى تكيس المبايض؟ لا مش ضرورة، لكن العكس صحيح. يعني مش كل واحدة عندها سكر بيبقى عندها تكيس مبايض، لكن اللي عندها تكيس مبايض أحد المضاعفات هو حدوث السكر زائد ارتفاع ضغط الدم، يعني دي مضاعفات اللي جميل. بتحصل كمان ممكن يحصل على المدى الطويل لو أهمل الموضوع ده هوت يحصل أورام في بطانة الرحم. ها في حالة أن أهملت علاج. نعم. تكيس المبايض. تقول كان اليوم للحين أنا ما تزوجت ما بيأسوي التكيس المبايض ما. نعم. بيعالج الحين. نعم. أضرارها شنو دكتور؟ ممكن تحول إلى تتحول يحصل في بطانة الرحم نمو غير طبيعي للخلايا قد يتطور خلال سنوات إلى شيء غير جميل. الكلام اللي تفضلت فيه دكتور، المرأة اللي تعاني من وزن زائد وقد تتعرض لتكيس مبايض، هو ينطبق على المرأة قبل الزواج أو بعد الزواج أو الاثنين مع بعض؟ بعد الزواج وقبل الزواج؟ لا هو ينطبق على الفترة كلها، لكن الفترة بعد كلها. الزواج احنا بعد الزواج عندنا المشكلة الأكبر كمان تأخر الحمل، ولو حصل حمل، لأن بعض السيدات يحصل فيهم حمل وهم عندهم تكيس. تكيس. نعم. نسبة ضئيلة جدا. نعم. يحصل إجهاض. دكتور موضوع أورام الرحم، الآن تكيس تبي تقول أنا شيء المبايض ولا ننتقل إلى الرحم؟
حب. لا انا بس بنصح الامهات عشان يعني لما تشوف بنتها وزنها زاد عن الحد لازم تراجع، لما تشوف ان في تشعر زيادة عن اللزوم تراجع الطبيب. سن 17 16 لابد من المراجعة عشان نقدم العلاج المناسب. حتى المرأة التي تنجب يعني بعد نعم. فترة ممكن تتعرض ايضا لتكيس نعم مبايض. ممكن يحصل، ممكن يحصل هذا الامر. انزل، شنو هي اورام الرحم اللي فيها دكتور؟ هو اورام الرحم اللي فيها احنا ما بنحبش نسميها قوي اورام عشان في ناس بتخاف منها، لكن هي التعبير الطبي المظبوط او المصطلح الطبي هي اورام ليفيه. نعم. هي عباره عن زياده في نمو الخلايا العضليه او الخلايا الليفيه او الاثنين في الرحم بمنتهى البساطه. هذه الاورام بتختلف في الحجم، تختلف في الشكل، تختلف في الموقع بتاعها فين، هل هي جوه الرحم نفسه، هل هي في عضلات جدار الرحم، هل هي فوق الرحم. خلينا نشوف معنا الصوره دكتور حتى نقرب. نعم. الصوره للمشاهد الكريم ونشوف نعلق عليها. نعم. الان هذا شنو بالضبط دكتور؟ هنا ده ورم ليفي في الرحم من الامام على الرحم مش داخل جدار الرحم. الحين الرحم وين اللون الاصفر اللي قدام خالص الاحمر خالص ده؟ دي المثانه. نعم. واللي وراها الرحم واللي وراها القولون. نعم. في جزء صغير رابع كده في النص على في الصورة اللي على اليمين ده هو الورم الليفي ضاغط على المثانة. ده احد المشاكل اللي ممكن تنشأ عن الاورام اللي فيها لو هو كبير في الحجم يعني. وهذا منو قد يتعرض لها بشكل اكبر دكتور؟ احنا اتكلمنا في تكيس المبايض على فترة المراهقة. نعم. وما بعدها، احنا الحين بنتكلم على فترة الانجاب اللي هي فترة الخصوبة والإنجاب اللي هي بتمتد من 25 ل 35 سنة، وهي دي الفترة الأكثر وقت بيحصل فيه الأورام اللي فيه. الأورام اللي فيها تحصل في هذا في هذه الفترة أكثر وقت يحصل فيه أو للمتزوجة. تظهر فيه للمتزوجة أو الفترة ومش شرط متزوجة أو غير متزوجة، لكن السن ده اللي هو سن الإنجاب أو سن الخصوبة في السيد. هل ممكن أحد العوامل المتزوجة تتعرض أيضا لمثل هذه الأورام؟ نعم نعم، هو مرتبط أكتر بارتفاع نسبة هرمون الإستروجين في الجسم. هذه أسباب ظهورها دكتور؟ ده العامل الرئيسي اللي بيتسبب في زيادة النزول. لكن إيه السبب أن واحدة يطلع فيها وواحدة ما يطلعش فيها الورم؟ غير معروف. نعم. الآن تكلمنا عن أعراضها دكتور، التشخيص كيف يتم؟ احنا لسه عايزين نتكلم شويه على الاعراض اذا سمحت لي. ايه تفضل. الاعراض راح اتكلم عنها موجود عندهم الاخوان. انا عايز اطمن السيدات اولا، هي نسبه حدوث الاورام اللي فيها 20%، دي النسبه العالميه. عايز اطمنهم ان اكتر من 75 ل 80% من هذه الاورام سايلنت، ساكت، ما لوش تاثير، لان حجمه صغير واحيانا نشوفه احنا كدكاتره في السونار ونكتشف صدفه وما نتكلمش عليه اصلا، ما نقولش عليه، لأن هو بيبقى صغير في الحجم جدا، سنتي 2 سنتي سنتي ونص، وغير دار وليس له أي أثار، ولا السيدة بتشتكي منه ولا تبلغونا عشان لا تتعب نفسيا هي تذكر. لأن زي ما قلت لحضرتك التأثير بتاعها النفسي على الناس. صحيح. ورم ومش ورم هي ما يعني تعتبر زي الحسنة يعني. نعم. زي الحسنة يعني عشان نقول حق المشاهدين يمكن البعض ما يعرفها، اللي مثل الشامة. زي الشامة مثل الشامة يعني. امتى يبتدي يظهر اعراض؟ لو زاد في الحجم، او لو كان اعداده كبيره، او لو كان موجود داخل الرحم نفسه، داخل البطانه بتاعت الرحم، او لو كبر في الحجم او بحيث ضغط على اماكن تانية، فممكن يعمل لنا الام في الدوره، زياده في نسبه الدم اللي نازل في الدوره زياده كتيره، ممكن يعمل لنا ضغط على المثانه فيعمل لنا اعراض. يعني المرأة إذا حست هذا الإحساس دكتور آمن يتابعونا، لتحس في آلام جلكم الله بالدورة، أو إذا حست بآلام في هذه المنطقة، هل ممكن يكون هو أورام في الرحم؟ أحد العوامل. الألم بوجه عام في علم النساء هو أحد الأعراض الأساسية لكثير جدا من المشاكل اللي ممكن تحصل يعني. طيب نتكلم على كيفية التشخيص؟ نعم. هو التشخيص طبعا واحد الأعراض، بيجي للمريضة بتقول أنا عندي نزيف شديد، عندي ألم في الدورة شديد، عندي ضغط على المثانة جامد، أنا حاسة بوجع مغص تحت، ما بحملش، الحمل بيتأخر، وده بيحصل في 3% بس من اللي عندهم أورام ليفية، يعني مش كل. نعم. الأورام الليفية بتتسبب إجهاض متكرر، ولادة قبل الموعد، حاجات من هذا القبيل.
دي بتيجي نعمل لها سونار للسيدة وبنشوف السونار عليه بيبان الورم الليفي ومكانه بالضبط ايه وبنقدر نتعامل معاه بعد كده. هذا اذا ممكن جاهز عند الاخوان نشوفه عباره عن الفيديو الخاص بالاورام اللي فيه اذا جهزون الاخوان بالكنترول ده العلاج يعني حيبين العلاج بتاع علاجه كيف يتم علاجه. عندنا صوره قبل الفيديو دكتور. نعم عندنا صوره خلينا نشوفها مع الكنترول. هذه الصوره شنو بالضبط دكتور؟ دي ورم ليفي على الرحم، الجزء الكبير قوي ده هو الرحم، والدايره الصغيره دي اللي احنا حاطين عليها المنظار ده هو الورم الليفي، واحنا بنقشره من الرحم ونشيله وبعدين نخيط مكانه بالمنظار. دكتور سهله العمليه هذه؟ هي يعني اللي بيتمرن عليها وعارف مناظير بتبقى بالنسبة له سهلة يعني، وبتفرق طبعا حسب موقع الورم وحجمه وكمية النسيج بتاع الرحم اللي فاضل، هل هو هيصلح ولا مش هيصلح. ايش كثر ياخذ وقت هذه العملية من وقت ايش كثر تاخذ؟ حسب يعني ممكن تاخذ ربع ساعة وممكن تاخذ ثلاث ساعات أربع ساعات. اللي شفناها بالصورة هذه دكتور هذه حجمها كبير ولا دي حجمها كبير؟ كبير تعتبر تعتبر كبيرة بالنسبة لحجم الرحم نفسه ككل، لأن المكان بتاعها اللي هيفضل كبير. زين دكتور ما في تدخل غير تدخل جراحي؟ ما ممكن بالأدوية؟ لا فيه أنواع العلاجات كتير. اللي بيحدد العلاج هو العرض الأساسي اللي الورم مسببه، دي واحدة. اتنين سن المرأة، يعني سن المرأة الصغيرة غير اللي قرب مثلا سن انقطاع الدورة. عطني مثال حي دكتور، يعني قول لي هذه مثلا كذا كذا تحتاج إلى أدوية، يعني أنا هذه عندي تحتاج إلى تدخل جراحي. أنا هقول لحضرتك، أنا عندي مثلا سيدة عندها 47 سنة واكتشفنا فيها ورم ليفي حوالي 3 سنتي. هذه السيدة احنا ممكن خلال سنتين ثلاثة بتتقطع الدورة فيها بيختفي أو يضمر الورم الليفي، إذا ما هيش محتاجة عملية، محتاجة أدوية معينة بنستخدمها. هذه الأدوية بتقلل نسبة هرمون الإستروجين اللي هو بينشط نمو الأورام الليفية فبتعمل له بلوك. على الأدوية دي على شكل أقراص أو على شكل إبر بتتاخد كل شهر مدة 3 إلى 6 شهور. وهي فعالة دكتور؟ فعلى إلى حد كبير، لأن بتقلل نسبة الورم الليفي من 25-30%. في أدوية كتيرة موجودة دلوقتي بنقدر نتعامل بيها مع مثل هذه الحالات. هذه اللي قريبة عند انقطاع الطمث. الطمث. طيب. مثلاً بنت لسه على سن على وش جواز مثلاً أو كده، دي ما بنفضلش أبداً نتعامل معها جراحياً، لأن أحياناً الجراحة اللي بنعملها علشان نشيل الورم الليفي تتسبب في التصاقات قد تتسبب في تأخير الحمل عند البنت أو السيدة بعد الزواج. شو تسمون بالحالات؟ فإحنا الحالات دي بنستخدم فيها الأدوية أو الإبر، وفي أنواع تانية تدخلية كتير جدا، يعني مثلا في الأشعة التدخلية بندخل زي أسطرة كده وبنروح على الشريان المغذي الورم الليفي بيموت الورم الليفي، أو مثلا السونار باستخدام الـ MRI أو الرنين المغناطيسي، ده جهاز جديد بيستخدم السوبر سونيك او الالترا سونيك الفوكست اللي هو المركز، بنشن على الورم الليفي وهذا متوفر عندكم بالعياده موجود؟ لا اللي متوفر عندنا المناظير والادويه. جميل. خلينا نتكلم على كيف تتم عمليه العلاج بهذا الفيديو اللي راح نوضحه للمشاهد الكريم وحضرتك يعني تشرح عليه. جاهز عند الاخوان بالكنترول اللي امام المشاهد. دي بتوضح عمليه استئصال ورم ليفي بالمنظار. زي ما احنا شايفين اللي مسنود ده لقدام ده الرحم، واللي ورا الصغيرة قوي دي عبارة عن ورم ليفي صغير حوالي 2.5-3 سنتي. هذا شنو قاعد يلتقط الآن؟ هذا قاعد يلتقط. دلوقتي احنا بنحاول نفتح الكبسولة اللي حوالين الورم الليفي عشان ما يحصلش نزيف، فبنفتحها بالكهرباء الحرارية. نعم. وبنفتح الكبسولة زي ما هنشوف دلوقتي هتتفتح. ده المقص بنستخدمه. الحين قاعد تستأصلون دكتور؟ دلوقتي احنا بنفتح الكبسولة المحيطة بالورم الليفي. نعم. زي ما احنا شايفين هيبتدي يبان حاجة لونها مختلف خالص عن لون الرحم، زي ما احنا شايفين اهو ابيض. ابيض نعم. الشيء الابيض اللي موجود ده هو ده الورم الليفي. طبعا واضح الشكل بتاعه. هذا صاير كأنه جزء من الرحم دكتور. هو لا هو متكيس. هو طبعا يعتبر جاي من الرحم لانه جاي من الياف الرحم. بتكبر وبتوصل للحجم ده هوت، لكن الشكل بتاعها او النسيج بتاعها مختلف عن وتركها مضر دكتور.
إهمال هذا الأمر. إحنا بنعملها في الحالات لما يكون في مبرر للعملية. جميل. لازم يكون في مبرر للعملية. نعم. الآن راح نتكلم دكتور عن سن اليأس وشنو هو سن اليأس وأعراضه ومشاكله وهذه الأمور كلها، لكن بعد الفاصل. إن شاء الله. فاصل مشاهدينا وراجع لكم إن شاء الله بعده. دكتور أشرف، بعد ما أغلقنا موضوع أورام الرحم اللي فيه، وهناك فحص مبكر له هذا الموضوع أيضا، بس هذا آخر سؤال. لا، هو ملوش فحص مبكر، لكن هو لحسب الأعراض، يعني إذا في أعراض يبقى بتلجأ للطبيب، الطبيب بيكتشف الورم. هي الأعراض اللي تفضلت فيها هي آلام بالرحم. نعم. الآلام، النزيف الشديد أو زيادة أيام الدورة أو نزيف بين كل دورة ودورة، الإجهاض المتكرر، إجهاض متكرر، تأخر الحمل، الكلام ده كله. تأخر الحمل هذا كله قد يكون دلالة، وهي النسبة 30% تقريبا. نسبة الأورام اللي فيه حوالي من 15-20%. من 15-20% عندنا بالكويت هنا ولا بالعالم؟ لا، ده في العالم. في العالم. لكن بحكم لقاءاتك المستمرة دكتور مع مراجعينك، تقريبا في نفس الحدود، يعني في حدود من 15%، ما تزيدش عن كده يعني أقل من التكيس. التكيس واضح، ظاهرة واضحة يعني. نعم. أنتقل معاك إلى موضوع سن اليأس دكتور، شنو هو سن اليأس؟ هو أنا ما بحبش أتكلم، يعني ما أحبش كلمة سن اليأس دي، أو الناس يعني حتى برا بطلوا يقولوا كلمة سن اليأس. شنو البديل لها؟ هو سن الأمل، هو سن الحكمة. هو سن انقطاع التمس. نعم. يعني أو سن انقطاع الدورة الشهرية. نعم. السن ده بيحصل، ده تغير فسيولوجي في حياة المرأة، زيه زي بداية نزول الدورة عند المرأة، مراحل مختلفة متعددة، مرحلة جديدة، مرحلة الحكمة، مرحلة النضوج، العقل، النضوج، القدرة على الحكم، التفرغ. من أي سن هذا دكتور؟ التفرد، أنا بسميها كده. قاعد تجملها دكتور، قاعد تزاك الله خير. هذا جميلة. الواقع، هذا لأن الواقع. هي جميلة، لأن فعلا الخبرة كلها والحكمة. صحيح. كلها بتظهر على السيدة بعد السن ده. نعم. هي بتبتدي من 45 إلى 55 سنة. قد تختلف في الوقت من قبل كده أو بعد كده، يعني بعض السيدات بيوصلوا أكتر من 55. بعد ال 55 شو يصير؟ ممكن يستمر معها يعني؟ في بعض السيدات بيحصل، يعني بتستمر لغاية 57، ممكن أكتر كمان يستمر معها الدورة. الدورة تستمر مع الأساس. بيحدث انقطاع للدورة الشهرية نتيجة لاستهلاك أو توقف المبيض عن إنتاج البويضات، نتيجة لاستهلاك البويضات على مدار السن المرأة في فترة الإنجاب أو فترة الخصوبة. فترة الخصوبة. في نعم. هذا في حالة المرأة المتزوجة. متزوجة أو غير متزوجة. أو غير متزوجة. نعم. في الحالتين. يعني توقف الهرمونات الأنوثة عن أنها تطلع بكميات كبيرة زي ما كانت قبل كده. نعم. نتيجة لاستهلاك البويضات. في أعراض مسبقة دكتور؟ طبعاً. هي أعراض سابقة. خلينا نقول إن في أكتر من مناسبة بيحصل فيها توقف للدورة. أهمها طبعا سن اليأس، وده وضع أو سن انقطاع التمس، وده وضع فسيولوجي طبيعي. ممكن استئصال الرحم والمبيضين في سن مبكر نتيجة الأمراض أو أورام. ممكن التعرض للكيماوي أو للإشعاع يحدث قصور في المبايض. ممكن قصور أولي يحدث في المبيضين ينتج عنه عدم القدرة على إنتاج البويضات، ده بيحصل قبل سن 40 في 1% من السيدات على مستوى العالم كله. واحد ده سببه جيني او نتيجه للمناعه، اجسام مضاده بتهاجم المبيض نفسه.
الأسباب دكتور، أسباب هذه الأعراض شنو بالضبط؟ الأعراض بتاعت سن انقطاع الدورة بقى يعني طبعا توقف المبيض عن إنتاج هرمون الأنوثة اللي هو هرمون الإستروجين هو السبب الرئيسي اللي معظم الأعراض بتاعت سن انقطاع الدورة. بيبتدي مرحلتين، مرحلة ما قبل انقطاع الدورة ودي بتمتد من سنتين إلى 3 سنوات، وما بعد انقطاع الدورة. مرحلة ما قبل انقطاع الدورة بيحصل فيها أعراض مختلفة، أولها خلل في الدورة، تبتدي الدورة تتأخر، ما تجيش 2-3 شهور، تيجي بعد 6 شهور وهكذا. هذا في حالة زيادة هرمون؟ لا، بينقطع، بيبتدي الهرمون يعني يقل. هل في أسباب لانقطاع هذا الهرمون؟ لا، ده تلقائي، إن استهلك البويضات اللي موجودة في المبيض، اللي هي البويضات هي اللي بتنتج هرمون الأنوثة. صحيح. فبتتوقف الدورة مدة 12 شهر متواصل، يبقى هنا ده خلاص ده سن انقطاع الدورة، وصلت للسن. أنا بتكلم على الفترة ما قبل انقطاع بقى الدورة التام. يعني ممكن ينقطع 3 شهور ويرد دكتور؟ ممكن في ممكن. الفترة دي اللي هي زي قلنا من 2 إلى 5 سنوات. نعم. خلاص؟ بيحصل إيه؟ بيحصل ابتدي أعراض نفسية للسيدة، أعراض سلوكية، بتبتدي الست أو السيدة تحس بالقلق، بالتوتر، عصبية، عدم القدرة على التركيز، عدم القدرة على النوم. ليش كل هذا؟ ليه؟ لأن هرمون الإستروجين مسؤول عن إفراز هرمونات السعادة، بنسميها هرمونات السعادة أو التوازن النفسي، السيروتونين ونور أدرينالين، نوعين من الهرمونات. نعم. لما يقل هرمون الإستروجين لا يفرز هذين الهرمونين. الحل دكتور لازم في حل؟ ما احنا هنقول الحل ان شاء الله. لازم يقل عشان لا يضايقون الناس. هنقول يعني إذا انقطع الطمث عن المرأة في هذا السن اللي تفضلت فيه ومسؤول عن هرمون السعادة، تكون امرأة عصبية متوترة، شنو راح ينعكس على زوجها، راح ينعكس على بيتها. أيوة. ينعكس على عملها. أنا مبسوط جدا أنك أنت أثرت هذه النقطة، لأن دي حنذكرها في كيفية العلاج، التعامل، أسلوب الحياة اللي مفروض يتم في البيت. ناشي على أسلوب حياة جديد الآن، تغيرت حياتها بالكامل. بالضبط بالضبط، ولذلك هي محتاجة للتفاهم والتفهم أول ناس من الأسرة والتهيئة، لازم نهيئها. والتعليم education، ان السيدة لازم تبقى عارفة السن اللي هي داخلة عليه ده هيحصل فيه ايه. والله يا دكتور هذه مسؤوليتكم، لازم تسوون حملة بهذا الموضوع، وانا اعرف مركز الجرى والأمراض يعني دائما حملاته كثيرة للطفل وللسمنة وللكبار السن والمتقاعدين، موضوع نفس هذا. وايضا كان لكم حملة خاصة ايضا بسرطان الثدي، عسى الله يعافي الكل يا رب. يعني دوركم مهم في هذه النقطة، توعية المرأة المقبلة على هذه المرحلة، تعريفها بهذه الأعراض، تهيئتها نفسيا، تهيئتها لهذه المرحلة الجديدة. مثل ما تفضلت حضرتك، هو ليس سن اليأس، وإنما هو سن الأمل وسن الحكمة وسن النضوج وسن التفكير. تمام. فإن شاء الله تتبنى هذا الموضوع إن شاء الله بأمر الله يعني. لأن الموضوع ده من المواضيع المهمة جدا بالنسبة لي أنا شخصيا يعني. جميل. لأن مهتم بالمرأة في السن ده. كمان أحب أضيف شوية حاجات. بيحصل هبات حرارة وتعرق ممكن يصحي السيدة ما تقدرش تنام منها، وممكن توصل 25-30 هبة في اليوم. في اليوم؟ نعم. وهبات الحرارة دي تبقى السيدة قاعدة في مكان برد، لكن فجأة تحس بالعرق والحر الشديد وما تستحملش. هذا في المراحل الأولى دكتور من انقطاع الطمث أم في كل؟ دي ما قبل انقطاع الطمث وقد تستمر. وهذه المؤشرات يعني؟ نعم. كمان ممكن يحصل زي ما قلنا خلل في الدورة الشهرية. زائد تغيرات في الأنسجة، الأنسجة بتبتدي تتهدل وتترهل، من ضمنها عدم قدرة على التحكم في البول. يعني هاي صرت بقول لا يا عادي. دي ممكن تحصل نتيجه لضعف الانسجه اللي ماسكه المثانه واللي ماسكه الحوض. ضعف في عضله المثانه دكتور؟ نعم. العضله يصير فيها ارتخاء؟ نعم، العضلات اللي حوالين المثانه بيحصل فيها تهدل وارتخاء وضعف، نتيجه برضو لعدم ممارسه الرياضه ونتيجه لكده. احنا هنا نتكلم دكتور في اول المراحل انقطاع الطمث، هذه مؤشرات مع بعضها تاتي دفعه واحده يعني؟ دي تدريجيه بتحصل على مدار وقت طويل يمتد لسنتين 3 ممكن اكتر كمان. كمان بيحصل آلام في العظام، لأن الهرمون الأنوثة مسؤول عن أنه كالسيوم، ياخد الكالسيوم من الدم ويثبته في العظم، فيثبت عدم وجوده يتسبب في ضعف العظم، يبتدي يضعف.
يعني محتاجة إلى فيتامينات كالسيوم وغيره. بالضبط، وتعرض للشمس وفيتامين دال وكلام زي كده. أشوف أكثر النساء فيتامين دال ناقص. نعم. عندهم، حتى الرجال ناقص عندهم فيتامين دال. تمام. الأغلب يعني الدراسات المخبرية يقولك والله أنت عندك نقص فيتامين دال، نقص فيتامين دال. لأن إحنا ما بنتعرضش للشمس. وأقوى شمس عندنا. ما شاء الله. يعني الشمس عندنا ما أكثرها يعني، لكن سبحان الله يعني إحنا برضو الستايل أوف لايف أو صحيح. مستوى الحياة عندنا مرتفع، فما بنطلعش كتير في الطلعات بتاعت زمان. نيجي للمضاعفات بقى اذا سمحت لي. تفضل. انا بسالك عن المضاعفات بس حضرتك خذيت انت السؤال والاجابه. تفضل كيفك. قول مضاعفات دكتور. طيب نعم. ثلاث حاجات اساسيه وفي منتهى الخطوره لازم ناخد بالنا منهم جدا. الحاجه الاساسيه هشاشه العظام. احنا قلنا بيبتدي ضعف العظم بعد من الفتره اللي هي اللي ما قبل انقطاع التمس. لو استمر هذا الضعف دون متابعه وعلاج نخش في هشاشه العظام، واعتقد في صور عند الاخبار بالكنترول جهزونها. نعم. وراح نشوفها مع بعض. ابتدى العظم يبقى سهل التكسر، ففي سن متاخر بعد كده لو بس مجرد ان السيده تسند بدراعها كده ممكن يحصل كسر في ايدها. زي دكتور الكبير، انت الان قلت المضاعفات وقلت الاسباب، الان نبي طرق الوقايه والعلاج دكتور من هذا الامر. المراه الان اللي متعرضه لهذا الامر وهذا الموضوع وانقطع عندها الطمث شنو تسوي الان؟ مالهم اللي تابعونا تخاف حتى قاعد تحاتي. لا مش هتخاف ان شاء الله. قول لنا في طرق علاج خليها بعد الفاصل. ان شاء الله عشان يتابعونا لا يروحون بعيد ان شاء الله. بعد الفاصل راح نقول لكم شنو هي طرق العلاج والوقايه اللي انت تقدرين تستفيدين منها وتراجعين فيها دكتور اشرف طلعت في مركز الجرار الالماني التخصصي، تتعرفين على طرق الوقايه اللي تحميك بعد الله سبحانه وتعالى من هذه الاعراض ومن هذه المشاكل. بعد الفاصل. دكتور أشرف، في أيضا نقطتين عن مضاعفات سن الأمل. أنا ما راح أسميه سن اليأس. نعم. سن الأمل والتفاؤل. النقطة الثانية اللي قلنا بيحصل ترهل في الجسم وضعف في العضلات. نعم. فبالتالي ممكن يحصل سقوط للرحم والمهبل وممكن يحصل عدم تحكم في البول بيزيد أكتر اللي هو السلس البول وانت بكرم. نعم. دول النقطتين. العلاج طبعا واحد تفهم الأسرة وكل من حوالين السيدة للأوضاع الجديدة بتاعتها النفسية. جميل. عشان نشوف الصور دكتور هل. نعم. هي عن الأعراض إذا جاز كنترول. نعم. بعض الصور الموجودة عندكم هذه الأعراض دكتور. هذا شنو؟ هنا عندي العظام بتاعت فقرات الظهر وهي بيحصل ابتدى يحصل فيها ضعف على الشمال أو على اليسار، ده العظم الطبيعي. على اليمين بنلاحظ إن العظم بقى زي تنخل يعني أو ضعف. نشوف الفتحات صارت أكبر. فتحات أكبر. إيه. الشبكة وضحت إن هي اتسعت، ده نتيجة لسوء الكالسيوم قاعد يغادر العظم أو المعادن. بقت قليلة في العظم نتيجة لعدم وجود الهرمون الاستروجين. في صورة ثانية كنترول. هذه الصورة أعتقد. نعم. على هذه الصورة. نعم. ما جهزونا إذا في صورة ثانية. فطرق العلاج. العلاج واحد زي ما قلنا التفهم، اثنين تغيير نمط الحياة، لازم ممارسة رياضة. لازم ناخد الفيتامينات وهذه الصورة الغذاء المتوازن. طبعا احنا القلق والتوتر اللي المفروض الأسرة تتفهمها والأقارب وكده لا يقولوا لها ليش زعلانة ليش زعلانة حد مزعلك. لا يعني موضوع نفسي يعني حاولوا يتفهموا الوضع الجديد، لأن عدم فهم الوضع بيسيء الحالة بتاعتها أكتر ويحسسها أن هي منبوذة أو غريبة أو إيه اللي بيحصل لها دكتور. يعني. شنو الحل؟ كيف يتم التعامل؟ لابد من تعويض الأبناء. التفاهم يعني لازم يفهم الزوج أن ممكن يجي لها وقت تكون متضايقة جدا وعصبية جدا وبعدين بعد شوية تهدى خالص وتضحك وتبتسم وكده. دي نسميها المود سوينجز أو تغيرات المزاج. جميل. هل في أدوية علاجية دكتور لهذا الأمر؟ نعم نعم، بندي أدوية تعويضية اللي هي هرمون الاستروجين على شكل حبوب او لزقات او حلقات مهبليه او ابر في بعض الاوقات. يكون هو كفيل في افراز هرمون السعاده اللي هو بيدي نفس الهرمون الاستروجين، يبتدي يدي الهرمونات المتوازنه، يطلع الهرمونات المتوازنه اللي هي بتعمل الاتزان اللي هي سيروتونين ونور ادرينالين، يبتدي يحصل على طول مدى الحياه. يكون هذا الادويه لا ده فتره مؤقته بس لغايه ما نعدي الفتره الحرجه دي.
كمان ممكن ندي مضادات مضادات اكتئاب احيانا بنديها زي البروزاك والحاجات الخفيفه بحيث ان هي تهدى شويه من ناحيه المواضيع دي. كمان ندي ممكن ندي مشابهات الاستروجين. احنا بنخاف شويه من الاستروجين لاحسن ياثر على الرحم ويعمل لنا حاجات مش تمام او كده. ندي شبيهات الاستروجين دي بتبقى نظام غذائي متكامل. نعم. بنديه نكتبه للسيده ونظام ما يحتوي على هرمونات أنوثة نباتية. المرحلة الانتقالية هذا دكتور كم مدتها؟ من سنتين إلى ثلاث سنوات قد تمتد. طبيعي. بعد كده طبيعي لكن لابد من مراجعة الطبيب. علشان؟ علشان نطمئن على السيدة من ناحية العظم بتاعها، من ناحية كمية الدهنيات اللي في الدم، لأن بيزيد الدهنيات الضارة في الدم بعد انخفاض هرمون الاستروجين برضو. نعم. إذا المتابعة الدورية، المتابعة دي مهمة جدا دورية كل ست شهور على الأقل، الطمث بعد تلقيها هذه الأدوية. نعم. العلاجية والوقائية يجب أن تكون هناك مراجعة دورية وفحص دوري وقائي نقول حتى لا تتسبب في مشاكل أخرى. نعم. هي تكون غنية عنها. نعم. في هذا الأمر في حالة المتابعة عندنا برنامج كامل متكامل عند حضرتك موجود بالعيادة. عندي موجود بحيث أن السيدة نتجنب كل المشاكل دهيت وتمشي في التراك الطبيعي بتاعها. دكتور خلينا نتكلم الآن على موضوع وأنا باقي معي دقائق قليلة جدا في هذه الحلقة الجميلة مع حضرتك ومع هذا الموضوع المهم ويهم كل النساء تحديدا لأنه يخص المرأة بالدرجة الأولى. والنقطة الأخيرة اللي سأتحدث عنها وهو عملية تجميل المهبل. نعم. كثير من النساء تدخل في ما بعد الولادة إلى تجميل المهبل، فمدى صحة ودقة هذه المعلومة؟ اثنين، مدى استفادة المرأة من هذا الأمر بعد الولادة مباشرة؟ هو بوجه عام عمليات التجميل النسائية متعددة وكثيرة جدا، هي يعني بتتخصص في تجميل وإصلاح العيوب الخلقية أو العيوب المكتسبة سواء تشوهات أو عدم وجود العضو في المكان الطبيعي اللي موجود فيه، زي مثلا سقوط المهبل، سقوط الرحم، وجود حاجز خلقي في المهبل من الداخل مستعرض او بالطول يمنع الجماع. هي تحس بهذه الامور المرأة؟ لا تحس بيها؟ لا، دي في ليها اعراض، كل حاجه وليها اعراض معينه بيعرفها الطبيب. التصاق الشفرتين، عدم فتح غشاء البكاره بيبقى مسدود تماما، يحبس الدوره تماما. وأشياء تانية كتير قوي احنا متخصصين في ان يعني احنا ممكن نتعامل تتعرض معها. لها المرأة المتزوجة والغير متزوجة طبعا تجميل المهبل. نعم. لكن هذه النقطة كثير يسأل عنها من المشاهد في عملية التجميل ما بعد الولادة، وسأنتقل مع حضرتك إلى أنواع التجميل وأنواع التشوهات. نعم. وغيرها. نعم. لكن هذا الموضوع تحديدا، هذا الموضوع أنا لا أتفق مع الناس اللي بتطلب أنها تعمل تصليح مباشرة أو تضييق للمهبل بعد الولادة. السبب؟ لأن أثناء الحمل بتتراكم كميات سوائل كتيرة في الأنسجة بتاعت الجسم قد تصل 30%، فبتغير من الشكل التشريحي والحجم للمهبل وللأعضاء التناسلية بوجه عام. فإذا إحنا عملنا مباشرة بعد الولادة لن نصل إلى الحجم أو للوضع التشريحي المناسب للسيدة في الوضع غير الحمل. إذن يعني هي تكونت كفكرة كعادة. نعم. عند المرأة أن يجب أن بعد الولادة مباشرة أعمل هذا التجميل، وهي معلومة أو تصرف غير سليم وغير صحيح وغير دقيق. أنا لا أشجعه، يعني هو الكلام لا تنصح في هذا الجانب. لا أنصح فيه، لا تنصح. في ناس بتعمله مع احترامي ليهم جميعا يعني وكده، لكن في أوثوريتيز أو هيئات علمية عالمية تنصح بأن تصليح المهبل يحدث بعد 3 شهور على الأقل من الولادة. بعد 3 شهور من الولادة. نعم. طيب دكتور هنتكلم مع أنواع التشوهات التي تصيب المهبل. هو زي ما قلنا تشوهات خلقية أو خلقية تشوهات مكتسبة. قلنا الأنسجة ما الأنسجة أو شنو علاقة الأنسجة بالموضوع أن تصير فيها ترهلات أو تفكك؟ الترهلات والتفكك ده بيحصل في المكتسب، يعني نقول الخلقية زي ما قلنا ضيق المهبل الشديد، انسداد الغشاء البكارة التام، وجود حاجز مستعرض. كيف تعرف دكتور؟ بالفحص. يعني مثلا هي احساس ما في اي احساس؟ لا هي ما تحسش بشيء، لكن بيجي المشكله مثلا بعد الزواج.
ان في ضيق شديد وبحيث انها بتتالم بشده جدا غير بشكل غير معتاد، او مثلا ان الدوره لغايه سن 17 16 سنه والدوره ما بتنزلش، ده بسبب انسداد المهبل تماما بغشاء مستعرض او بغشاء البكاره المقفول تماما. وهذا شيء خلقي، ده شيء خلقي، هنا يحتاج لتدخل جراحي. جراحي نعم. الجزء الثاني المكتسب اللي هو ما بعد الولاده، يعني مثلا ده احد الاسباب، اثناء الولاده بيحصل تمزق في الاربطه والعضلات المحيطه بالمهبل والمحيطه بالمثانه، طول فتره الحمل تكون شاده، طبعا بتبقى مشدوده، فبيحصل زي نوع من انواع التمزقات دي بتضعف الانسجه اللي ماسكه الرحم وماسكه المهبل، فممكن يحصل تهدل او سقوط في المهبل او سقوط في الرحم فيما بعد. والسقوط هذا شنو ممكن يأثر على المرأة دكتور اللي تهمل هذا الأمر، تهمل التجميل؟ لا، السقوط ده ليه مشاكل كبيرة. لو سقط سقوط الرحم ليه مشاكل كبيرة، أو سقوط المهبل الأمامي أو الخلفي ليه مشاكل كتير، أقلها التهابات البول المتكررة مثلا، يعني عدم القدرة على التحكم في البول، أو إن عدم القدرة على تفريغ المثانة تماما، فبتعمل مشاكل في التبول. كمان أحيانا يحصل حادث وتصاب البنت أو السيدة من أسفل في الحوض. نعم. أحيانا العمليات اللي هي بتاعت السمنة اللي زي التدبيس المعدة وكده بتفقد السيدة وزن بسرعة جدا، بحيث الأنسجة ما بتلحقش الجلد والأنسجة يلتئم مع انخفاض الوزن، فيحصل تهدل وترهل في الأنسجة الخارجية. يعني ما تنصح في عملية الحمل مباشرة اللي تتعرض إلى عملية تكميم وغيره أنه لا تحمل مباشرة بعد هذه العملية بعد انخفاض هذا الوزن؟ لا، هو لازم تاخد وقت شوية لغاية ما الجسم يوصل للوضع الطبيعي الأول، لأن طبعا الحمل بيبقى أصلا معاه ترجيع ومعاه مشاكل في الأول، وهي السيدة اللي عاملة تكميم أو غيره برضو عندها الترجيع ومتقدرش تأكل كويس ولا تقدر تتغذى كويس، فده ممكن يأثر على الجنين وعلى استمرار الحمل يعني مع فترة. لكن بننصح بعد فترة معينة ما الجسم يوصل للحجم الشكل المتوازن يبقى ممكن يحصل حمل، مفيش مشكلة. يعني تنصح بعد كم شهر من العملية، بعد سنة نقول، بعد يعني أنا أقول بعد سنة، لأن قبل كده مش هتكون الطبيب المختص، ولازم تراجع الطبيب المسؤول. أنا عملت عملية تكميم وغيره وأنا مقبلة على زواج، ومتى تنصحني أني أنا تكون عملية الحمل مثلاً؟ أنا أقول إن أهم عندي الدكتور اللي عمل عملية التكميم هو رأيه أهم عندي من رأيي أنا في القصة. تروح لدكتور التكميم نفسه، لازم تراجعه هو شخصيا. إذن استشارة مجانية وخصم على السونار 25% بالإضافة للعديد من المفاجآت، كل هذا طوال شهر يناير إن شاء الله. عدل دكتور الله. دكتور أشرف، طلعت شرف جدا بلقائي معك، وشكرا لك على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتها لكل من يتابعنا ويشاهدنا من نساء تحديدا، وأيضا أولياء الأمور بشكل عام. ممكن أحد الأزواج يتابع يعني ينصح زوجته، وبدوره ينصحون أبنائه وبناتهم خصوصا عن الحياة الجديدة، الوجبات السريعة، الوزن الزائد، تكيس المبايض اللي تحكينا عنه ومضاعفاته وحلوله، حلوله جدا بسيطة وسريعة عند دكتور أشرف طلعت من مركز الجراحة الألماني التخصصي. شكرا مرة أخرى. شكرا جزيلا. أنا أشكرك وبشكر تلفزيون الرأي وشرفت بالمقابلة الجميلة دي. أهلا وسهلا فيك. وانتم مشاهدينا نقول لكم تصبحون على صحة وجمال دائما وأبدا إن شاء الله. نشوفكم على خير، في أمان الله.